خبير زين خبير زين. والبارح حكينا سبور وحكينا على البطولة الأفريقية لرفع الأثقال. اليوم في خبير زين باش نحكيو زادة رياضة وباش نحكيو المرة هذية على البطل التونسي أيوب الحفنوي اللي تحصل على الميدالية الذهبية 1500 متر سباحة في ملتقى برشلونة للسباحة. كان هذية البارح مساء 14 ماي في سباق 1500 متر سباحة حرة وينقطع المسافة في 15 دقيقة زوز ثواني و85 جزء بالمئة. السباح العالمي والأولمبي التونسي يواصل حصد الميدالية الذهبية في مسيرته والمرة هذية في الملتقى الدولي سوسيداد ببرشلونة الإسباني. دونك تألق آخر وميدالية أخرى تنضاف في مسيرة البطل التونسي أيوب الحفنوي، حاجة بطبيعة تفرحنا. جوستومون حابين نبداو بها ليميسيون ونحكيو عليها في خبير زين.